ولمزيد من النقاش حول تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي بعد جلسة لم تخلو من الفوضى وتداعيات ذلك على المشهد في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. مجريات الأمر دكتور تعكس حالة ما، هل يمكن أن نسميها ديمقراطية؟ فوضى عارمة، عدم احترام لآراء النواب المعارضين، قمع المتظاهرين الذين عارضوا هذا التعديل، كيف يمكن وصف المشهد الذي جرت فيه عملية إقرار هذا القانون؟ يعني تقدر تسميها ديمقراطية، بس ديمقراطية العصابات الإجرامية، أما ديمقراطية بمعناها الدستوري والقانوني يعني هذا مسخرة. حتى موضوع الاعتراض على قانون الانتخابات، سواء القوانين الانتخابات المحلية أو الاتحادية، الحقيقة لا معنى لها، لأنه الناخبين يعني بيّنوا رأيهم بأنهم لن يصوتوا سواء بالانتخابات الماضية أو ما قبلها، وحتى بالانتخابات القادمة. يعني حتى المحتجين اللي كانوا حول المنطقة الخضراء يعني لا معنى لاحتجاجاتهم، لأنهم أغلبهم لم يشاركوا بالانتخابات السابقة، فما معنى الانتخابات محلية لحكومات محلية تأتمر بالحكومة المركزية؟ حرفوا لها الدستور وحرفوا القوانين، ولا معنى لوجودها إلا عبارة عن زائدة دودية ستكون دكاكين للعصابات اللي يسموها أحزاب، تعمل بأمرتها وتأكل وتشرب من الخزينة العامة. يعني لو تلاحظون قانون الانتخابات، المحافظات غير منتظمة بإقليم وفر لها التمويل اللازم والتسهيلات من الحكومة المركزية، يعني بدل ما تقوم العصابات بتمويل هاي مكاتبها الموجودة بالمحافظات، الآن الحكومة ستوفر لها هذا التمويل. نعم، طيب، كان من الملاحظ أنه رغم الاختلاف الظاهر بين الأحزاب والكتل الكبيرة إلا أنها تضامنت من أجل تمرير وإقرار هذا القانون، كيف يمكن تفسير ذلك؟ الأحزاب يعني هذه العصابات الكبيرة وصغيرة، يعني هذا التخادم موجود وباقي، لأنه حماية الأحزاب الصغيرة مرتبط برضا الأحزاب الكبيرة اللي صاحبة النفوذ والأجنحة المسلحة وعدها العضلات الميليشياتية والعضلات الوظيفية والمالية اللي تجبر بها الأحزاب الصغيرة هذه العصابات المستنفعة. بالقليل هذه الأحزاب يعني تردى الشر عن الأحزاب الكبيرة وسترضى على أي إرادة تفرضها الأحزاب الكبيرة. أما أنه نتوقع أنه هذه الأحزاب الصغيرة ستعترض وتغير المشهد السياسي، فهذا من المستحيل بالوقت الحاضر. نعم، طيب دكتور، هناك من يرى أن تمرير هذا القانون هو انتصار لإيران التي رسخت نفوذها والتي من الممكن أن تضمن من خلال هذه التعديلات وجود نفس الوجوه الموجودة حاليا. هل توافق على هذا الطرح مبدئيا، وهل ثمت فرصة للتغيير لو كان فعلا هذا ما جرى؟ موضوع الوجوه نعم هي الباقية، وستكرس وجوه جديدة راضية أو مستسلمة للمجرمين الكبار، أما أنه هو انتصار إلى إيران فهذا يعني جواب محدود. أعتقد انتصار لكل القوة التي تريد استمرار استسلام العراقيين، سواء كانوا الإيرانيين أو الأمريكان أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، الكل سيدعم هذه العصابات ما دامها مستمرة وقادرة على فرض استسلام العراقيين. وهذه إيران والقوى النافذة الأخرى داخل العراق ستحاول أن تدعم أي قوة أخرى سواء كانت شعبية أو من هذه العصابات ما دامها تضمن استسلام العراقيين اللي هم يسموه استقرار
وأنا أسميه استسلام العراقيين للعملية الإجرامية. نعم، بالحديث عن فرص التغيير دكتور، هل ثمت فرصة للتغيير بعد إقرار هذه التعديلات؟ لا فرصة للتغيير إلا إذا هذا الغضب المحدود الذي ظهر يتحول إلى ثورة شعبية تفرض إرادتها، وبالتالي الكل سيخضع وسيلبون المطلب الرئيسي المتعلق بالمحاسبة والعقاب وفضح الإجرام. هذا الطريق الوحيد. أما أنه هذه المجموعات المستسلمة أو التي تدعي بأنها معارضة ستتمكن من تغيير، هذا مستحيل بالوقت الحاضر. تمام، بالحديث عن التغيير مرة أخرى، كيف ترى حال من كان في صفوف ثوار تشرين ورافضا للعملية السياسية ثم انخرطوا فيها بحجة التغيير من الداخل؟ هل يمكن أن يقوموا بشيء ما؟ لا أظن أنه المجموعات بينت عن إمكانياتها وخضوعها واستسلمت، ولو كانت بالشجاعة الكافية يعني لقدمت حتى شكاوى ضد جنات معروفين بأفعالهم وأوصافهم وأسماءهم وأماكنهم. يعني من يوم أنه أصبحوا نواب ومحصنين وعندهم شوية حمايات، لم نلاحظ ولا واحد من عندهم قدم شكوى ضد مجرم من المجرمين من رموز الإجرام المعروفة التي استهدفت المحتجين أو استهدفت المال العام أو الوظيفة العمومية. الكل خاضع ويعملون ويحاولون أن يقدموا صورة باعتراضات داخلية مثل ما شفناهم في بهلوانيات مسرحية داخل بناية أو داخل قبة مجلس النواب، وأعتقد هذه مضحكة يعني لا تليق بالمحتجين ولا بتضحياتهم. نعم، على الطرف الآخر، هل ينصف القانون الجديد سيد كامل من يدعون تمثيل السنة في العملية السياسية؟ لا أظن أنه بالنسبة يعني إذا أردنا يعني نراجع مسيرة السيد الحلبوسي، أعتقد يكفي هذا الخزي والعار أنه يستعين بعد 20 سنة من التغيير بقوات البيشمركة حتى يحموه من زملاء النواب داخل مجلس النواب. يعني لا ثقة عنده لا بأعضاء المجلس ولا بحماياته ولا بالقوات المسلحة الجيش والشرطة العراقية، ويكفي هذا العار والخزي أنه لا يمثل العراقيين وأنه يمثل نفسه ومصالحه، هذا بشكل واضح. وبالنسبة للسنة أيضا المحافظات السنية مستسلمة لواقعها، وهي أكثر استسلاما من المحافظات الشيعية بعد ما تعرض له من انتهاكات وظلم من الشيعة ومن القيادات السنية ومن الإرهاب داعش والقاعدة. ولهذا يعني لا أظن سيعنيهم أي أمر يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات أو حتى في مجلس النواب، إلا مريديهم وعشائرهم وهذه الجماعات المنافع الوظيفية والمالية. نعم، من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل حساني، شكرا جزيلا لك.